لقيت حد بعت لي دول فارس جمال عاش. مش قادر، عايز انام جدا فعلا. نمت بتاع 3 ساعات مثلا. اروح استبرق اجيب حاجة بسرعة هنطلق. بعرف انام في اي حته. عندي ميتنج النهارده، بعدين هحاول اشوف حد من الشباب لحد ما مراتي تخلص شغل، وبعد كده the struggle is real. طب انا هتكلم معاكوا كده عشان افضل فايق. عملت 3 حوادث في حياتي، مش عارف ليه السيره دي. كنت راكب عربيه ابويا ومعايا امي، كنا ماشيين على الدائري، وبعدين واحد من العربيات الدمنيه ولا الدمنيه، العربيات السخيفه اللي بتتسبب في 90% من حوادث مصر، ده رقم انا مالفه، كان ماشي ومبطئ جدا. فجاه لقيته في وشي، رحت كاسر شمال في يمين، راحت العربيه معومه وراحت لف على الدائري، وراح واحد راح جاي راشق فينا. الحمد لله ما حصلناش اي حاجه. ودي كانت في اللانسر. اللانسر دي حكايتها حكايه. تاني حادثه عملتها، المفروض ان دي اول حادثه يعني، راحوا فين بقى؟ بس دي اصيع، فانا قلت ايه اخليها للاخر. معانا بيجو 505 الحمد لله. العربيه ما كانش فيها فرامل وانا ما كنتش عارف، كنت ماشي فجاه لقيت مطب، رحت دايس، مفيش حاجه غير مقطوره في وشي، رحت نازل تحتيها، الكبوت اتقطع. العربيه دي كانت يعني الحديد بتاعها تقيل جدا، الكبوت اتخرم، يعني الكبوت اتعمل فيه فتحات كده، الموتور كان ماشي. الحمد لله ما حصليش اي حاجه. تالت حادثه، كنت ماشي كل الحوادث كنت ماشي اكيد يعني، اكيد عايز اخد يوتيرن، وتقريبا قفلت انا مش فاكر، بس تقريبا نمت. فجاه صحيت لقيت اليوتيرن، رحت دايس فرامل كاسر شمال، راكب على الرصيف. الحمد لله برضه ما حصلش اي حاجه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ربنا يستر طريقي. الدور التاني يعني ده اللي احسن. هات الكاميرا دي الاول بالراحه، بس ما تخافش. تمام، بيعملوا تصريح بالكاميرا مش عارف ليه، مع ان هم المفروض شركه يعني. تعالى مش هيدخلوها اصلا؟ لا والله حاجة مأساة يعني. احنا هنسيبهم ونمشي يعني صح؟ هنسيبها فين قصدك؟ دي بقت جزء مني خلاص. الحمد لله. انت عامل ايه؟ اسمها وايد ابيتشر، مش هتبان هنا هتبان هنا. دي ايه دي؟ وات ذا هيل از بيوتي ليفل؟ شايف هو مش هيطلع اي حبوب كده في وشك، بس هو كده كده هيطلع الوش العادي كده. الوش العادي حلو، الوش العادي يعني. يا عم انا وشي حلو اصلا. يا عالشلل. فاكرين من فترة كده كنت كاتب بوست على الفيسبوك ان موبايلي اتكسر، وعملت تاج لشركات كتير قوي، هواوي بي 9 ما شاء الله. بس فالحمد لله شافوا الكونتنت اللي انا بقدمه، كلموني قالوا لي خد التليفون ده لان هو فيه كاميرا قوية جدا ممكن يساعدك. في ميكر كده اسمهم لايكا بيعملوا كاميرات، فهم تعاونوا مع هواوي وعملوا الكاميرا اللي في الموبايل ده. لسه ما اختبرتهاش، لسه ما اعرفش حلوه ولا لا. لما موبايلي اتكسر قلت لامي، والله اول ما الموبايل اتكسر طلعت لها قلت لها متاكد ان في حاجه جامده جدا هتحصل، وكان عندي يقين ان في اي تريبايه كده غريبه جدا هتحصل لي. سبحان الله، عارف الهلس بتاع ذا سيكريت، ان انت لو قعدت تفكر جدا في الحاجه هتجيلك ومش عارف ايه وبتاع. استبدل بقى ايه فكره ان انت لو فكرت جدا
الكون هيهيئ لك الدنيا بحتة ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيهيئ. انا عند ظن عبدي بي، ان ظن خيرا فله، وان ظن شرا فله، بس فانت ربنا سبحانه وتعالى هتظن فيه ان هو هيرزقك، وهتظن فيه ان هو هيدي لك وهيعمل لك وهيسعدك وكل حاجة. ده هيتم بس ايه؟ بامر الله سبحانه وتعالى، مش بامر بقى ايه The Secret واليونيفرس ومش عارف ايه وبتاع والشرك ده كله. ام صوتك. السلام عليكم. اه بصور. اه لا امي تشتمني انت. لا يا زحمة السنين، يعني انا نفسي ما صورش في العربية طول الوقت، بس للأسف انا في العربية طول الوقت. اعمل ايه؟ بقولك ايه، عندكم قص؟ جابت لي مقصين. عاش. طيب هي محاولة واحدة، لو الكارت باظ كده جابت مقصين. بسم الله الحمد لله. USB Type-C. بدل فول لحد ما تشرق. انت بتصور ايه؟ تابع التلفزيون ولا ايه؟ لا على النت، مش عايز اصور التلفزيون خلاص. دايما داير دايما داير. خش. خش. الحمد لله رجاله. تعال تعال. حلو. على فكره حازم الرصاصي ما بيليش على بيش. عامل ايه برو؟ عامل ايه يا محمد ابراهيم؟ ايه يا حازم مالك فيه؟ طلعني في البلوج وخليني مشهور زيك. خلاص يا حازم انا اسف. في حد كان بيقول ان هو اصلا شايل منك، يعني مش بيحب حازم. موضوع الفلوج اللي انت بتعمله ده قربك منه قوي، بقيت الناس تشوف حياتك اليوميه وبقى متحمس وبقى مستني حاجه دي بيتفرج عليها كل يوم. قال لي حسيت ان هو شال بقيت صاحبه وانا ما اعرفوش. ده مين ده اللي قال كده؟ يا جدعان عايزني اوصله يا جدعان بالزقازيق. يا كداب اعمل له ايه يعني؟ لا 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 حازم وصلني لحد اللي هو بنضك اول مره جيت من غير عربيه تعمل حاجه. يوم طويل قوي. طيب الفلوج بتاع بكره ان شاء الله، لان يوم الجمعه اللي هو بكره بيبقى يوم عائلي وبروح لجدتي ربنا يحفظها يا رب ان شاء الله، يعني وببقى يعني مسحول تماما. فالفلوج بتاع بكره ان شاء الله هيبقى Q&A questions and answers. لو عندك اي سؤال ابعته لي على الكومنتس بتاعه اليوتيوب بتاعه الفيديو ده، يعني الفيديو ده اكتب كده كومنت سؤال يا ساتر جاوب عليها بكرة ان شاء الله في الفلوج بتاع يوم الجمعة. سلام. لسه هختبر اكتر قبل ما اقدر اقول هو كويس قوي ولا لا، والكاميرا حلوة ولا لا، يعني بس